السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله انا عاوز اعمل معاكم البوتو فور بطريقه كده في اللطيف الخفيف، حاجه جميله ان شاء الله تعجبكم. انا منزله على القناه بس منزله بنسبه كبير، فانا دلوقتي هنزله ان شاء الله كيلو دقيق. عندي هنا 750 جرام، 750 جرام زبده، عندي 50 جرام سمنه دي اختياري، دي بتدي بس معايا مرونه في الـ في الـ في الـ في الكيس يعني. ماشي، عندي ثلاث بيضات، عندي فانيليا، عندي سكر 330 جرام، عندي كيلو دقيق. اختياري بقى دلوقتي، لو انا دلوقتي مثلا هعمل شوكولاته بشيل 20% من الدقيق واحط بداله كاكاو. لو انا عاوز اعمل مثلا اعمل شوكولاته بشيل 20% من الدقيق ده واحط كاكاو ويطلع معاك بكل شوكولاته. هعمله دلوقتي معاكم ان شاء الله وهنفنشه مع بعضنا باذن الله. اول حاجه بعملها الزبده، عندي الزبده 150 جرام، عندي 50 جرام سمنه دي اختياري، عندي السكر باخد في المكنه لغايه لما يعمل فوم معايا، لغايه لما تبيض معايا الايه؟ تبقى عامله زي الكريمه كده، زي الكريمه الزبده. خليكم معانا كده يا جماعه، ايه بقى الكريمه معايا، بنزل بالبيض بتاعي واحده 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 وتلف شويه وارجع ده الثانيه وتلف شويه وهكذا. تاني كده يا جماعه، ايه كده، هي التالتة يا جماعه، وادي معاها ايه الفانيليا، وان شاء الله في صندوق الوصفه تلاقوا يعني ايه التاني مكاتب المقادير بالجرام والكوبايه ومع الشرح كله يعني ان شاء الله. كده يا جماعه اهوت كده اللون بتاعها، كده بقى الكريم وبيض اهي. بنزل بدي بتاعي شويه شويه، بس احط بس شويه زي كده واقلب وارجع احط ايه مره ثانيه. اهم حاجه نقلب بالراحه يعني، عشان ده اشتغل معاكم في كيس ما يشدش عقلي منكم، عشان لو شد عقلي مش هيمشي في الكيس اصلا، مش هيشتغل معاكم. برضه تاني يا جماعه اهوت احطها على ثلاث مرات ولا حاجه وارجع برضو اقلب بالراحه. اهم حاجه ان انا اقلب بالراحه، لان هو اهم حاجه في البوتفور التقليب بالراحه، عشان لو شد عرق منكم مش هيمشي في الكيس. انا بقى ما بعجنش، انا بس بعمل اهو اكن ببس العجين بالراحه خالص اهو. كده يا جماعه خلاص الدقيق اختفى معايا، احط دول برضو افضل اقلب بالراحه لغايه لما الدقيق يختفي معايا بالراحه خالص اهو، واجيب الجناب براحتي من تحت كلها ايه، واجيب من تحت لفوق، من تحت لفوق ما بعجنش، انا بس بجيب من تحت لفوق بس في العجين نفسها. كده يا جماعه بعد ما اتعجن معايا حاجه زي ايه، بصوا زي المرهم، حاجه كريمي مش هتبقى قفشه معايا ولا حاجه. طبعا بالتفنيش بقى بتاعكم او التكسير بتاعكم بالكيس بتبقى زي ما انتم عايزين يعني، الشكل اللي انتوا عايزينه، كمتر تعملوا مثلا مدوره مثلا كده زي روزيتا، وتاخد مثلا كريزم من فوق، تاخد بلوز، تاخد زي اي حاجه. مثلا لو هنعمل كمتر، كمتر ايه؟ دي كده كمتر. لو هعمل مثلا هي روزيتا، روزيتا ايه؟ طبعا اللي انتوا عايزينه انتوا ايه؟ بتعملوه يعني. كده يا جماعه عندي شويه دول باقيين اهم، عاوز اعملهم مثلا شوكولاته. لو انا هعمل دول شوكولاته، لو انا في المدير من الاول بنقص في الدقيق، لكن دلوقتي كده هضطر احط شويه كاكاو، حاول مثلا هنقول مثلا 50 جرام ولا حاجه اهم، هنحط عليهم شويه زيت، لازم الزيت، شويه زيت معاهم اهم، وعجينها ايه؟ وعجينها تاني، اقلبها برده تقريبه كده بايدي، اقلبها بايدي كده برده بالراحه يعني، انت لما تلاقي معاها شوكولاته هشتغل بيها بكيس. كده يا جماعه بعد ما قلبتها اللون بتاعها اهو شوكولاته، وهشتغل برده بنفس الكيس عادي من غير ما ايه، من غير ما اغسله حاجه عشان الغسله مش هياخد معايا وقت جامد يعني. برده افنش زي ما انا عايز، واعملها مثلا كمتر، اعملها روزيتا زي ما انا عايز. لو اشتغل روزيتا يا جماعه، روزيتا اهو او كمتر، برضه كمتر زي ما قلت لكم اهي، تبقى كده ايه.
كده يا جماعه بقى قفلنا زي ما انا عايز. يعني مثلا اعمل ده بوش وضهر، بهدي مثلا ايه نص كريزيه كده من فوق، وبعد ما استوي هنزوق مع بعض، هنزل ايه وش وضهر اهي. ممكن احط رز، ممكن احط فستق، ممكن احط اي حاجه نعملها. انا برضه احاول اشكل على قد ما اقدر في الكيلو دي اللي احنا عملناه ده، نشكل منه وان شاء الله صدور الوصفه تلاقوا كل حاجه مكتوبه بالجرام والكوبايه، وشرح شرح تفصيلي في الايه اللي هو المقادير. مثلا ممكن نحط كريز قد ايه، نحط ده قد ايه، نحط لوز قد ايه، زي ما احنا عايزين. يعني اجيب يا جماعه لوز واديله سنه مربى او عسل، وهي عشان ينزل معايا بس. وحاطط اللوز اهو، طبعا هتبقى عندي واحده لوز واحده فاضيه، واحده كريز برد واحده فاضيه، تبقى وش وضهر يعني كده. يا جماعه جاهز معايا على التسويه. لو عندي في البيت بتبقى درجه حراره متوسطه بتاعت الفرن العادي، بعيد من تحت بيت لما يلون معايا او عشان الاقي تشتغل معايا اروح مولع شغله من فوق. انا عندي هنا سواء عندي الفرن بتاعي بس هو درجه حراره 100 و180. خليكم معايا كده يا جماعه اهو. بعد ما استوى معايا على 180 خد بالظبط، خد معايا حوالي 20 دقيقه، حاجه يعني فخم من الاخر. بجيب دي كده اهو واجيب دي اللي هي الساده، او عندي مربى، اي مربى عندي موجود عندي مربى شوكولاته اي حاجه اهو. ده الشكل بتاعها النهائي اهو. برده اللوز نفس الكلام، بجيب اللوز على واحده برده فاضيه اهي والزقها ورص كده ماشي. لو عملت مثلا اللي هو الفارماسيلي مثلا، فارماسيلي ممكن اعمل فارماسيلي اللي هي الكمثرى ديت، هلزقهم مع بعض شوكولاته بيضاء مثلا اهو، شوكولاته بيضاء كده لازم شوكولاته بيضاء. هي ممكن احط مربى، ممكن احط شوكولاته بيضاء، الحاجه الموجوده عندنا متوفر يعني. اروح جاي اعملها كده اهو، وانا حطيتها في الفرن الفارماسيلي هيبقى كده. ممكن اديها جوز هند برضه نفس اللي هي الكمثرى اهي، اروح جايبها اهي برضه، اديها شوكولاته بيضاء او سمره زي ما انا عايز، واديها جوز هند. ممكن اديها فستق يعني حسب الايه الحاجه المتاحه عندي الموجوده عندي ممكن اعملها. ممكن ادي فستق برضه نفس اللي هي الكمثرى ديت اهي، الزقها كده اديها شوكولاته سوداء اهي، او مربى موجود عندي اهي زي كده، ممكن اخليها زي ما هي كده، وممكن اديها فستق زي كده. يعني ده معايا وده معايا. يعني كده نوع يعني 1 2 3 4 ولسه مشطب تاني. كده يا جماعه بعد ما خلصته ارص الطبق التقديم. طبعا ده زياده عندي برده، ممكن افلسه في اي وقت او اخليه زي ما هو حسب ما انا عايز يعني. كده يا جماعه اهو بعد ما عملتها اهي، ده عندي زياده اهو، ممكن برده احطهم في طبق تاني، طبق عرض كويس يعني خليني ادور عليهم اهو. قدامكم ده يا جماعه حاجه ايه؟ حاجه فاخر من الاخر يعني. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله في صدر الوصفه كل حاجه بالجرام والكوبايه، وشرح مفصل للطريقه، ومثلا قد ايه فستق، قد ايه كريز، قد ايه لوز، ودرجه الحراره بتاعت الفرن. ان شاء الله كل حاجه تبقى موجوده. متنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وشير وكده يعني زي ما الناس بتعمل يعني. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.